الآن إذا كان عندي العكس، مثلا طاني سؤال يقول لي if exponential x تربيع زائد 3x يساوينا e للقوة 4، وقال لي جد find value of x، فهنا مباشرة ناخذ عكس ذاك السؤال، ناخذ نقول له take the ln of طرفين، take ln للطرفين، فيصير المعادلة عندي ln exponential الx تربيع زائد 3x يساوينا ln exponential 4. فهنا ايش راح يصير؟ اللين يلغي الاكسبونيشنال، يعني معناه ينزل الرأس مالته اللي هو x تربيع زائد 3x يساوي لنا 4. انقل 4 على الطرف الثاني فيصير x تربيع زائد 3x ناقص 4 يساوي لنا 0. اخذ فرق تحليل هنا يصير عندي، يصير x زائد 4 ب x ناقص 1 يساوي لنا 0. فاذا قيمة x هنا ايش راح تكون؟ يا اما ناقص 4 او موجب 1، الاكس يساوي لنا 1. هاي هذا حل السؤال مالته عكس السؤال السابق. خلينا ناخذ بعض تمارين اخرى على المشتقه. مثلا عندي امثله، مجموعه امثله. المثال الاول يقول لي طبعا الكل هين فايند اف الاكس، يعني مشتقه الاكس للداله. فاذا اعطاني مثلا داله فيها هاي القيمه اكسبونشنال اكس تكعيب زائد 2x، هنا ما اقدر اخذ لين الطرفين لان عندي بس داله واحده بيها، فيجي المشتقه مالتها المرتبه الاولى راح تكون شو تساوي لنا؟ نفس الداله تنزل في مشتقه القمه، فيصير اي قوه اكس تكعيب زائد 2x تنزل مضروب في مشتقه الداله، الاكس تكعيب مشتقتها 3x تربيع زائد 2x مشتقتها 2، فتساوي لنا هذا الاشتقاق فقط مالته، ما عندي قيمه للاكس فما اقدر اعوض لهنا واتوقف. اخذ مثال ثاني، مثلا يجيني اف اوف الاكس ينطيني الداله يساوي لنا لين الاكس تكعيب زائد 2x. شلون اشتق اللين؟ اشتق اللين عند القانون اللي هو الداله نفسها تنخلى بالمقام، يعني اجي المشتقه مالتها فتح الاكس للين تبو، هاي في حالة اللين اللي هي اخلي خط كسر، المقام مالته يكون الدالة نفسها اللي هي هنا عندي اكس تكعيب زائد 2x، البسط يكون مشتقة الدالة، فمشتقة الاكس تكعيب اللي هو 3x تربيع زائد مشتقة الـ2x اللي هي 2. هذا اذا الاشتقاق، واتوقف لان ما منطيني قيمة اكس حتى اعوضها، لهنا يتوقف الاشتقاق. خلا اخذ مثال ثالث، انطاني داله اف اوف الاكس يساوي لنا اكسبونشال اكس للقوه 4، فشلون اشتقها؟ مثل ما قلنا بالمثال الاول، المشتقه الاولى تساوي لنا الاكسبونشال نفسه ينزل اكس للقوه 4 في مشتقه البسط مالته اللي هو 4 اكس تكعيب، واتوقف لان ما منطيني قيمه اكس. اخذ مثال رابع، مثلا منطيني داله اف اوف الاكس يساوي لنا لين الاكس للقوه 4، فالمشتقه مالتها ايش راح تكون هنا؟ المشتقه الاولى مثل ما قلنا نجر خط كسر، المقام ينزل نفس القيمه اللي هي اكس للقوه 4، والبسط يصير 3 اكس للقوه العفو 4 اكس تكعيب. هنا يمكن الاختصار، هاي تروح ويا هاي فيبقى الناتج 4 على x، واتوقف لان ما منطيني قيمة الاكس. في حالة اعطاني مثال، مثلا اعطاني زاوية هنا بالاشتقاق، يعني اعطاني دالة اف اوف الاكس يساوي لنا اعطاني ساين، فتقيمة ساين مثلا 5x تربيع، فشلون اشتق دالة الساين؟ انا اعرف سابقا دارس انه مشتقة الساين هي كوساين، فالمشتقة راح تكون كوساين الخمسة اكس تربيع في مضروب بيما في مشتقة داخل القوس، في مشتقة الزاوية، فهنا شو تصير؟ 10x، وانتهى، ما منطيني لين قيمة الاكس فاتوقف عده. اخذ مثال اشتقاق دالة اخرى، منطيني اف اوف الاكس يساوي لنا مثلا كوساين اكس للقوة 4، فالمشتقة مالتها ايش راح تكون؟
الكوساين مشتقتها سالب ساين، فيصير سالب ساين الاكس للقوة 4 مضروب في مشتقة الزاوية اللي هي قد 4 اكس تكعيب، 4 اكس تكعيب. واتوقف لان ما مطيني قيمة اكس. كذلك مشتقة التان ومشتقة السيكون وغيرها من القوانين، مثلا مشتقة التا هي سيكن تربيع، مشتقة السيكن هي سيكن في التان، وهكذا. فلنأخذ مثال، مثلا مرات يجيب لنا إثباتات، نقول لك بروف اثبت انه اذا كانت اف اوف الاكس تساوي لنا تان الاكس، تان الاكس، فجد حل هاي الدالة او اثبتها انه تساوي لنا سيكن تربيع الاكس. فشون اثبتها؟ نقول له احنا مطينا بالسؤال اف اوف الاكس يساوي لنا تان الاكس، التان احللها اللي هي جاية من، جاية من ساين الاكس على كوساين الاكس، وبالتالي اجي اشتق الدالة. هنا أنا عندي بالاشتقاق، بما انه انا دارسها بالدراسات الاولية، مشتقة القسمة راح شو يكون لها قانون اللي هو المقام تربيع ثم المقام في مشتقة البسط ناقصا البسط في مشتقة المقام. فاجي اقول مشتقة الاكس راح شو يساوي لنا؟ قلنا المقام تربيع راح يصير كوساين تربيع الاكس، المقام في مشتقة البسط، المقام اللي هو شقد؟ كوساين الاكس في مشتقة البسط اللي هو الساين، الساين شنو المشتقة مالته؟ كوساين اكس ناقص البسط اللي هو الساين اكس في مشتقة المقام، مشتقة الكوساين هو سالب ساين، سالب ساين اكس. اجي ابسطها راح شو تساوي لنا؟ الكوساين في الكوساين راح يصير كوساين تربيع الاكس ناقص، في الناقص يصير موجب، ساين بالساين يصير ساين تربيع الاكس على كوساين تربيع الاكس. تمام. عندي بالدوال ان اذا جت الكوساين تربيع زائد الساين تربيع فيكون يساوي لنا واحد، هاي لها اشتقاق خاص، بس احنا من نشوف هاي الحاله مباشره نعوض بها واحد، فالحل مالتنا راح يكون كوساين تربيع زائد ساين تربيع الاكس هو واحد على كوساين تربيع الاكس، وهذا بالدوالة الرياضية شي يساوي لنا؟ يساوي لنا سيكن تربيع الاكس، وهو المطلوب اثباته.